للمزيد من التحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، كيف تابعت كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيدة، وما حملته بالطبع من رسائل الداخل والخارج؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وكل المصريين والعرب بخير. ثورة 23 يوليو لم تكن ثورة المصريين فقط، ومن يتابع تطورات بطبيعة الحال كانت ثورة يعني عربية أيضا، لعبت دورا مهما في التغيير. المنطقة العربية هي التي ساعدت في تصفية المنطقة من الاستعمار، ساعدت الحركات الوطنية. لم تكن أيضا ثورة عربية فقط، هي ساعدت الشعوب الأفريقية وكان لها التأثير الأكبر في أفريقيا. ونعلم جميعا ومن يتابع نعلم أن هذه الثورة كان لها الدور الأكبر في مساعدة حركات التحرر الوطني. يكفي أن نعرف أن مانديلا حينما جاء نيلسون مانديلا هذا الزعيم الأفريقي العظيم محرر جنوب أفريقيا من الفصل العنصري، حينما جاء إلى مصر كان أول ما فكر فيه هو زيارة المقر الذي كان يجتمع فيه شعوب قادة حركات التحرر الأفريقي في الزمالك مع الأستاذ محمد فايق الذي كان عمدة الوصل بين حركة ثورة يوليو وبين أفريقيا. أيضا ثورة يوليو لم تكن فقط قاصرة على أفريقيا أو المنطقة العربية، كان لها دور عالمي مهم مع يوغوسلافيا جوزيف بوريس تيتو ومع الهند جواهر نهرو. ثلاث دول، مصر الهند يوغوسلافيا، هم الذين شكلوا حركة عدم الانحياز التي لعبت الدور الأكبر في الحياد إلى حد ما بين الكتلتين المتصارعتين في هذا الوقت، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت. هذا هو التأثير الخارجي لثورة يوليو، لكن بطبيعة الحال ما كان لها أن تؤثر خارجيا إلا لأنها كان لها تأثير داخلي كبير تمثل في يعني العدالة الاجتماعية بالأساس. أنا أظن أن هذا هو واحد من أهم الملفات أو أهم الإنجازات لثورة يوليو، حينما يكون في كل قرية مستشفى ومدرسة مجانية، حينما تكون هناك نهضة في معظم البنى التحتية. ثورة يوليو لعبت دورا مهما جدا في نقل مصر من حال المجتمع 1% إلى مجتمع العدالة الاجتماعية شبه الشاملة، وبالتالي كان لها هذا التأثير الكبير. بطبيعة الحال يعني وحتى نكون موضوعيين، أيضا كان لها أخطاء كبيرة وقعت فيها خصوصا فيما يتعلق بهزيمة 67، أثرت تأثيرا كبيرا في هذا التطور لثورة يوليو. ولولا هذه الهزيمة ربما لا كانت مصر قد قفزت بصورة لا يتخيلها أحد. نتذكر أننا كنا على يعني في مرحلة نمو واحدة مع النمو الآسيوية حاليا زي اليابان، حتى بما فيها اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، فيتنام، بل أن فيتنام جاءت بعدنا. طيب يعني لعلما تذكره يعني يدعوني للتساؤل حول ما ذكره الرئيس حول التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وكذلك تبع تلك طبعا التي يشهدها العالم. الرئيس أكد أنها جاءت لتثبت الإرادة المصرية الصلبة لتخطي الصعاب، واستعرض في ذلك الجهود التي حدثت اقتصاديا بفضل البرنامج الخاص بالإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن المصري، وبفضل ما تم من مشروعات قومية عملاقة. كيف ترى يعني قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات، ومن ثم العمل على بناء اقتصاد قوي يواجه أي تحديات تطرأ على العالم؟ مصر دولة كبيرة جدا، مصر يعني هي أقدم دولة مركزية في التاريخ، هي التي يعني علمت العالم الإدارة وفنون الحكم والاستقرار والدولة المركزية، وبالتالي يعني هي قادرة طوال الوقت على أن تقدم نماذج ملهمة في النجاح والتحدي طالما أن أسس العمل سليمة. وما أشار إليه السيد الرئيس في كلمته اليوم على يعني اي يعني غالبيه الاقتصاديين يتفقون على ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر في يعني في السنوات الماضيه، خصوصا بعد قرار تحرير الجنيه المصري امام الدولار في 3 نوفمبر 2016 وبدء برنامج شامل مثلا لاعاده هيكله الطاقه، اعاده هيكله الدعم المقدم من الدوله وتنظيمه حتى يصل الى مستحقيه بصوره واضحه. هذا البرنامج كان شديد الاهميه. بطبيعه الحال كان له ثمن فادح ايضا، تمثل في يعني تحمل غالبيه الشعب لهذه الاثار، اثار البرنامج. والسيد الرئيس دائما
يشيد بالشعب المصري في مسألة تحمله لهذه الأثر، لكنه كان برنامجا لا مفر منه حتى لا يعني نستمر في سياسة اقتصادية كان ظاهرها الرحمة لكن باطنها العذاب الشديد. وبالتالي هذا النجاح في البرنامج الاقتصادي هو الذي مكن مصر من التصدي للتحديات الصعبة أو الآلام الصعبة التي تمثلت أساسا في منعطفين خطيرين، الأول تداعيات كوفيد 19 أو فيروس كورونا، والثاني هو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ومصر للأسف من الدول الأكثر تأثرا بآثار هذا الصراخ، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية أهمها الحبوب وارتفاعات غير المسبوقة للبترول في عالميا. وبالتالي هذا البرنامج هو الذي مكن مصر من الصمود، وأظن أننا قادرون إن شاء الله بمزيد من الجهد والعمل على أن نتخطى صعاب هذه المرحلة الصعبة وهي مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية. نعم أستاذ عماد، يعني المتابع لكلمة الرئيس احتفاء بذكرى ثورة 23 من يوليو يجد أن الرئيس حرص على تمجيد الأبطال الذين صنعوا للوطن هذا الفجر الجديد، وعلى رأسهم بالطبع الزعماء الراحلين عبد الناصر والسادات ومحمد نجيب. نعم بطبيعة الحال كما تعلمين هناك يعني كان هناك جدل طوال الوقت بين المصريين حول من هو يعني من هو الأفضل، من الذي قاد ومن الذي تعثر وأيهما أفضل، عبد الناصر أم السادات ودور محمد نجيب. الرئيس السيسي اختار يعني أن يتعامل مع هذا الأمر بصورة يعني شاملة، بصورة تنظر إلى التاريخ وتأخذ الجانب الإيجابي منه وتغفل الجانب السلبي، وهو أمر محمود بطبيعة الحال أن يتم النظر إلى الذين ساهموا في هذه الثورة بصورة إيجابية. التاريخ بطبيعة الحال هو يعني هناك يعني محبون وكارهون، هناك من يرى أن هذا هو الأفضل، وهذا الأمر سوف يستمر بطبيعة الحال حول دور الأشخاص في الثورات الكبرى. هم يعني لعبوا دورا مهما، لا أحد ينكر دور يعني الثلاث. هناك عدد كبير من المصريين يرى أن عبد الناصر هو الزعيم الأهم للثورة، هناك من يرى أن السادات هو الذي لعب الدور المهم في تصحيح الأخطاء وهو الذي قاد الانتصار في حرب أكتوبر، هناك من يرى أن محمد نجيب قد ظلم حينما تم تهميشه بعد الثورة بعامين فقط. لكن في كل أحوال هذا الجدل يعني أنا أظن أنه شيئا فشيئا سيظل مكانه، سيأخذ مكانه في كتب التاريخ، لكن علينا أن نأخذ يعني الدرس الأهم وهو النظر إلى الإيجابيات التي حققتها ثورة يوليو، وهي إيجابيات كثيرة جدا جدا، والتعامل بموضوعية مع السلبيات وهي سلبيات كثيرة جدا حتى يمكن تجنبها في المستقبل. درس التاريخ المهم، هناك 70 سنة مرت على يوليو، لا ينبغي علينا أن نغرق في الجدل بشأن التفاصيل، علينا أن نأخذ العبرة الحقيقية وهي لماذا نجحنا في بعض الملفات ولماذا تعثرنا في ملفات أخرى. لأننا نأخذ العبرة يعني بالعودة 70 عاما لهذا التاريخ الذي غير وجه الحياة في مصر وفي المنطقة، تاريخ 23 من يوليو، في رأيك ما هي أهم العوامل التي أدت إلى نجاح هذه الثورة؟ الثورة نجحت لأن كان هناك يعني واقع شديد المرارة في مصر وفي المنطقة. كان هناك احتلال بريطاني جاسم على صدر مصر لمدة 70 سنة من 1882. كان هناك إقطاع، كان أحد بعض الناس يملك أكثر من 5000 فدان وملايين الناس لا يملكون يعني سهما واحدا في الأرض، كانوا مجرد أجراء. التعليم لم يكن مجانيا، التعليم يعني كان لأبناء يعني الأغنياء فقط لا غير، وكذلك الخدمات الطبية. البعض يتحدث بحسن نية عن أن الجنيه المصري كان أغلى من الجنيه الاسترليني، وهذا كلام يعني حق يرد به باطل، يعني العبرة هي ما الذي تحقق للمصريين من قوة هذا الجنيه. خيرات مصر كانت إما تذهب إلى قلة محظوظة أو إلى الاحتلال نفسه. السكة الحديد بنيت وهذا أمر طيب لكي يعني حصول انجلترا على المواد الخام، فمجمل التطور في هذا الوقت لم كان يعني كان فيها بعض كان فيه ليبراليه وكان فيه تعدد احزاب، لكن تعدد احزاب الحزب الرئيسي في هذا الوقت الحزب الشعبي حزب الوفد من يحكم الى 7 سنوات من اجمالي الفتره الليبراليه اللي امتدت من سنه 23 ل 52. وبالتالي لم يعني طالما ان هناك احتلال فهو امر لا يمكن
الحديث معه عن إنجازات. صحيح. نعم كانت هناك حركة وطنية، الثورة كانت ضرورية وكانت حتمية وغيرت وجه مصر بصورة كبيرة، لكنها أيضا تعثرت في محطات كثيرة. أشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.